وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وسياسيين من غرفة تنسيقية شباب الأحزاب. ما هي أهم ما رصدته حول العمليات الانتخابية اليوم أستاذ مؤمن؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا يعني خلينا في البداية يعني نقول ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ انعقادها منذ اول امس مع بداية فتح اللجان في الخارج ودولة نيوزيلندا بنتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة. خلينا اقول لحضرتك طبعا ان لدى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الغرفة الخاصة بيها أكثر من 100 متطوع بيتابع العملية الانتخابية على مدار الدول اللي احنا بنتابعها. الغرفة في الحقيقة لم تلاحظ أي تجاوزات أو مخالفات يعني تعيق العملية الانتخابية، سواء استثناء بسيط جدا لا يذكر تأخير فتح مدة 10 دقائق في السفارة المصرية في لبنان. خليني من القناة الأولى المصرية أوجه بالشكر والتقدير للجاليات المصرية على مستوى العالم لحرصهم الشديد على اختيار مستقبلهم ومستوى أولادهم. سيدات مصر العظماء وجودهم في الصفوف الأولى، الأسر بتخرج بالكامل بأطفالهم. لاحظنا في الغرفة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جميع الدول تواجد فيها بشكل غير مسبوق عن الانتخابات اللي فاتت، ودي رسالة قوية جدا لدول العالم ان المصريين حريصين كل الحرص على اختيار رئيس يليق بهذا البلد ويحافظ على امنه وسلامه. خليني اقول لحضرتك كمان حاجة لاحظناها في الغرفة الرئيسية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان نيويورك يعني زيادة الاعداد كبير ووجودهم في اللجان الانتخابية طبعا رغم صراحة في دولة كمان السويد رغم انخفاض درجة الحرارة أكثر من 8 تحت الصفر، لكن حرصت المصريين والجاليات المصرية في السويد وجودهم وتسهيل على بعضهم بعض إجراء العملية الانتخابية. أيضا في ظل أجواء صعبة تم ملاحظة ورد للغرفة الرئيسية لتنسيق شباب الأحزاب والسياسيين لدرجة الحرارة منخفضة جدا في بعض الدول، لكن كان فيها وجود كبير للمصريين المقيمين بها. على سبيل المثال برلين كان فيها قوة تفوقية لا بأس بها. والحقيقة في العكس بقى ان طبعا الدول العربية الجاليات الكبيرة المصرية اللي بيعيشون فيها ويقيمون فيها متواجدين فيها من اول بدايه فتح اللجان بتتم الساعه 9، وعرس ديمقراطي كبير جدا نحترمه جدا، ودي رساله قويه. من اهم ما تم ملاحظته في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للغرفه الرئيسيه وجود كبير لمشاركه الشباب والفتيات، مساعدتهم ليك ماذا عن اعمارهم استاذ مؤمن؟ الاعمار المشاركه من الشباب او من الفئات الذين لديهم التصويت او حق تصويت في هذه الانتخابات؟ عذرا ما سمعتش السؤال. ماذا عن اعمار المشاركين في الادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه، كل فئات المصريين بالكامل حرصت واهتمت حرص شديد ان تخرج، لدرجه ان كان في مواطن في دوله الكويت مريض وكان يحتاج لجهاز تنفس او يعني لا يستطيع الانتقال، تم توفير له لحرصه الشديد على الواجب والاستحقاق الدستوري الهام وحقه المشروط في اختيار رئيس الجمهوريه. بالفعل لاحظنا توافد جميع الاعمار. عايز اقول حاجه في صور يعني احنا طبعا في الغرفه تم لحظها وموثقه ان الاسر بتاخد اولادهم الصغار واطفالهم علشان يشوفوا مدى اهتمامهم باختيار مستقبلهم. نعم. ففعلا عرس ديمقراطي ومشاركه من جميع الفئات.
الغير متوقعة على مدار اليوم الثاني في انتخابات الرئاسية بالمقيمين في الخارج. لكن ماذا رصدتم من تسهيلات للمواطنين بالخارج، المصريين المتواجدين طبعا بالخارج، للإدلاء بأصواتهم داخل المقر الانتخابية؟ أعتقد أن لاحظنا جميعا تسهيلات لكبار السن، تسهيلات من المتطوعين المتواجدين في دول الخارج من أعضاء تنسيقية شعب الأحزاب وسياسيين، واللي بيساعدوا في سهولة ويسر لمعرفة اللجان وتوفير وسائل تنقلات. المصريين في الخارج بيساعدوا بعضهم بعض بشكل كبير جدا، القنصليات بيقوموا بدور مهم جدا في توفير العمليه الانتخابيه. وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان جميع المرشحين لم نتلقى من حملاتهم اي شكاوى. العمليه الانتخابيه تسير بكل سلاسه ويسر. بس لكن ماذا عن اعداد المتوافدين من المصريين بالخارج لادلاء باصواتهم في اليوم الثاني عن امس؟ هل هناك اعداد متزايده ام نفس العدد الذي قامت المصريين بالادلاء باصواتهم بالامس؟ في اليوم الثاني طبعا زي ما حضرتك عارفه، وفي بعض الدول النهارده ايام عمل فيها، لكن اليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسيه بالخارج لا، في تزايد ملحوظ. لاحظنا مشاركة أكبر من أمس، بدأوا في الساعات اللي هي بعد الدوام أو بعد العمل في معظم المحافظات، معظم الدول العربية بدأوا يتوافدوا على اللجان. الدول الأوروبية في بعض الدول رغم الأجواء والجو والأمطار الشديدة والرعدية فيها نسبة إلى حد ما دلوقتي بدأت تتزايد. في إقبال ملحوظ وحرص جديد ان المصريين يشاركوا في حقهم والعرس الديمقراطي زي ما قلت لحضرتك. في تزايد عن امس، غدا طبعا بعض الدول الاوروبيه اجازه رسميه عندها، فطبعا هيكون في تزايد برضو اكثر من النهارده، لكن بشكل عام في اعداد يعني كويسه جدا ومشاركه فعاله من المصريين في الخارج. أستاذ مؤمن وحضرتك عضو تنسيقية شباب الأحزاب، هناك لأول مرة في مصر تحدث داخل انتخابات رئاسية واحدة تعددية في البرامج الانتخابية وأيضا تعددية في الأحزاب، رأينا الأحزاب الاشتراكية وأيضا الليبرالية وغيرها. تأثير هذه التعدد أو هذه التعددية على هذه وعلى مسار هذه الانتخابات الرئاسية القائمة؟ لا بأس طبعا ان التنوع مطلوب. اول مره زي ما حضرتك قلتي ان نلاقي احزاب معارضه متواجده واحزاب بتقول كلمه بطريقه عكسيه. خلينا نقول ان المشاركه الفعاله للجميع هي مطلوبه. خلينا نقول ان الدوله بتساعد الجميع وفاتحه ايديها للكل ان هو يشارك في مستقبل هذا البلد سواء كان مؤيد او معارض. ليك مطلق الحرية. تنسيقية شعب الأحزاب والسياسيين قامت بحملات توعوية نعم للمشاركة الإيجابية. كل لازم يختار والتنوع مطلوب. أنت قدامك أربع مرشحين لرئاسة الجمهورية، تختار منهم الأحسن والأفضل الذي يستطيع قيادة البلد لبر الأمان. نعم. عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن إحنا من ملاحظتنا في بعض الدول العربية زي لبنان وبيروت المواطنين أهل البلد يعني كانوا يقولوا للمصريين ده بيقول بيحسدونا، انزلوا شاركوا، انتوا لازم انتوا عايشين في أمن وأمان وحافظوا على كده واختاروا الرئيس اللي يساعد على كده ويحافظ على البلد دي وشعبها بإذن الله. بإذن الله. استعداداتكم داخل التنسيقية للانتخابات القادمة في الداخل ماذا عنها؟ طبعا الغرفة مستمرة في انعقاد دائم، أعضاء التنسيقية بالكامل متواجدين على الأرض، بنقوم بحملات توعوية للمشاركة الإيجابية. عندنا بنغطي جميع محافظات مصر على قدر المستطاع، عندنا خطة موجودة وأطر زمنية للتحرك فيها خلال الأيام والتجهيز للانتخابات في الداخل. أستاذ مؤمن سيادتك يا فندم اتفضل. لدينا خطة موضوعة بقالها فترة
بيتم طبعا تجهيز المستوعين لجنة التنسيقية وأعضاء التنسيقية اللي هيقوموا بالوقوف حول ومساعدة الناس في الشارع ان هم يتوجهوا للانتخابات والمقرات الانتخابية. وبإذن الله نشهد عرس ديمقراطي داخل مصر في أيام الانتخابات في الداخل، ونقول للعالم كله ان احنا قادرين على رسم مستقبلنا ومستقبل أولادنا. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ مؤمن السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.